وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. أتاحها لنا التصوير الجديد. كل مرة ضمر وأعطت الحمد لله واحدة على الأقل منتوج. أن صوبنا في التواصل البرلماني واحد الخلية جمعوية لتتبع الأنشطة ديال الجمعيات الراغبة في التعاون في إطار صياغة مشاريع المشاركة في زابقيل لتطرح على الصعيد الوطني وحتى بعض المرات مع منظمات خارجية معتمدة بالبلاد ديالنا. بسم الله الرحمن الرحيم. فعلا الكتابة المحلية حزب العدالة والتنمية بتنغير تتنظم اليوم واحد الورشة بخصوص آليات والتقنية ديال الترافع. بالطبع الترافع أصبح واحد العلم قائم الذات، ماشي شي حاجة اللي تدار من غير أسس من غير قواعد ولا تدار بشكل عشوائي. لا بد من ضبط التقنيات، لا بد من ضبط الأسس، ولا بد من ضبط هذه المبادئ. كل حامل لفكرة، كل حامل لقضية، كل حامل لمشروع أو كل مطالب بإجراء فهو مترافع، ولكن هل يدرك كيف يترافع؟ هل يمتلك تقنية الترافع وآلية الترافع التي ستمكن بأقل جهد ممكن من تحقيق أفضل نتيجة ممكنة؟ هذا ما يمكن تناوله من خلال هذه الورشة ديال اليوم اللي تنتمنوا أنها يحضر تخرج بنتائج مزيانة وتملكوا الفاعل اللي حاضرين ولو على الأقل واحد الجزء من هذه التقنيات هذه للترافع في مختلف القطاعات، الناس اللي تشتغلوا في المجال الجمعوي، في المجال السياسي، في المجال النقابي، وفي مختلف المجالات اللي حاملين أفكار، حاملين هموم، حاملين مشاغل، حاملين مطالب. أنهم وبالتالي نقول وأكرر بأن الترافع ليس شيئا عبثيا أو عشوائيا أو شيء يتم بكذا أو برفع الأصوات أو بعض المرات القيام بشي أمور اللي ماشي هي هذيك، وإنما هو علم قائم الذات يندرج في إطار واحد المنهجية مضبوطة لتملك القواعد ديالها يستطيع أن يحقق بها الترافع أكبر النتائج. وغادي نتناولوا أيضا من خلال هذه الورشة هذه المبادئ والأسس ديال الترافع وبعض التقنيات اللي تجعل الترافع ديالنا فعال وناجع ويتم بالنتائج ديالو. وايضا غادي نتذكروا في بعض الحالات الخاصه ونقفوا عند المشاريع اللي تم الترافع من خلالها بشكل جيد وعطت نتائج، او ايضا بعض المشاريع اللي تم فيها التعثر في الترافع ديالها وما وصلت للنتائج اللي هي ممكنه من خلال دراسه حالات اللي غتمكننا ان شاء الله تعالى من التفاعل في الاخير مع المشاركين في هذه الورشه هذه الخروج بنتائج افضل. شكرا. واحد المجموعه ولا واحد المنطقه ولا واحد الاقليم ولا واحد الجهه التي لا تستطيع الترافع بشكل جيد لن تاخذ نصيبها. علاش؟ لان واحد العدد ديال الناس خاصهم في كل المناطق، راه تنطقوا في تيغير بهذه اللغه هذه تلقاو في مناطق اخرى في المغرب، مناطق في الشمال وفي الاطلس وفي الجنوب تيتذكروا بنفس اللغه. حتى هو حنا محبورين، حنا متصلين، حنا كذا كذا. بطبيعه الحال لان الدوله لا تستطيع ان تغطي هذه المناطق بما يكفي من الطرق، ما يكفي من المستشفيات، من البنيات الاجتماعيه والاداريه الى غير ذلك. كل واحد بعض المرات تيقول حنا مقصرين وهذا الشيء مستهدف وكذا وكذا واسميتو. اظن وعندي هذا الظن، هذا اظن ان اللي عندنا مشكل رقم واحد، واخا يكون شي حاجه من هذا الشيء اللي قلنا في المنطقه، المشكل رقم واحد هو اننا لم نستطيع ان نترافع على قضايا ديال المنطقه بالشكل المطلوب. إذن أجد أن الإشكال الرئيسي هو الطريقة ديال الترافع ديالنا، أظنها لم ترقى إلى المستوى المطلوب.